السلام عليكم، معكم الأستاذ محمد شعبان. نكمل في دروس برنامج أدوبي أنيميت للرسوم المتحركة. اليوم درسنا عن إشارة المرور، رسمها وحركتها. فعليا الأمر سهل، لكن إحنا بدنا نفكر قبل ما نشتغل هي كيف بتشتغل إشارة المرور. فعليا نتفرج كيف بتشتغل. لو انتم ملاحظين انه الاحمر بيضوي بالاول، بياخذ وقته، بعدين بيطفي بيشتغل الاصفر، بياخذ وقته بيطفي الاصفر، بعدين بيشتغل اللون الاخضر. لو انتم هيا ملاحظين هنا، بكل بساطة هيا اول حاجة اللون الاحمر ضاوي، اخذ مدته 20 فريم، بعدين بده يطفي هالوقت الاحمر، بطفي وبشتغل الأصفر. بعد ما يشتغل الأصفر بياخد وقته 20 فريم، بعد هيك بيطفي بيشتغل اللون الأخضر وبياخد وقته، بيرجع يعيد من الأول. فهيك احنا فهمنا آلية عمل إشارة المرور. نفتح ملف جديد ونبدأ نشتغل من الصفر. هيات كرييت، هيك فتح عندنا ملف جديد فيت ان ويندو. اول حاجة انا بدي ارسم الخلفية اللي ورا، اللي هو الشكل المربع المستدير الحواف. شايفين من الشكل هذا الريكتانجل القديم، اذا ما كانش موجود بتضغط على 3 نقاط اللي هنا بتلاقيه هنا، بتضغط باستمرار وبتسحب وسحب بتحطه هنا. تعال نرسم هيات الشكل. طبعا خلينا نعمل تراجع، نحدد اللون اللي بدنا اياه، بدناش لون خارجي. بضغط على الاكس، بدي لون هان اللون الغامق. هيتنا رسمت. طبعا كيف بدي احدد الحواف هدولا؟ طبعا باجي على اداة السب سيليكشن تول، بضغط. لو انتم ملاحظين هيات بحدد الانحناء او الاستدارة تاعت الحواف اللي انا بدي اياها. هيت هنا ضغطين على الليرة، ايش عشان اسميها، انا بسميها الاشارة. باجي بفتح لير جديدة من الزائد. هلا بدي اعمل اللون الاولاني، خلينا نحكي اللون الاحمر، لكن انا بدي اعمله هو اللون طافي، بديش اعمل هو اللون فاتح زي هيك. فانا بدور على لون احمر غامق. هيات اللون الاحمر الغامق، نختار الاشارة الاولانية سيليكشن تول. اهم اشي لما نحن نختار السيليكشن تول، خليكم مختارين الاوبجكت. اذا ما اجت معاكو عليها مربع ازرق بتضغط كترول بي عشان تتحول لشكل شيب عادي. بعد هيك هلقت اي اول واحدة، بعمل كمان نسخة انا منها. هي كمان لير جديدة، كنترول سي، باجي على الطبقة الثانية بضغط كنترول وفي. تمام، كمان مرة بعمل كنترول سي، بفتح لير جديدة وبضغط هنا على الفريم، بضغط كنترول وفي. هي صار عندي الـ3 ألوان. خلينا نيجي نحكي اللون اللي فوق، هياته هذا الأحمر. اللون الثاني اللي في النص اللي هو الأصفر، هيات اللون اللي تحت الأخضر. لو أنتم ملاحظين معاي الترتيب هن غير عن الترتيب اللي هنا. خلينا بالأول نلون هيات الأصفر، خليه يكون غامق شوية، وهيت هذا الأخضر خلينا نكون برضو غامق الأخضر. نرتب، نخلي الأحمر فوق زي ما هو موجود على الشاشة هنا، والأصفر في النص، وهي الأخضر تحت، وهذا الإيش الإشارة. تاجي أنا أرتبهم هنا، هيت أنا أمسكهم كلهم، بضغط على أداة الترانسفورم مع الشيفت شوية شوية لحد ما اخذ المقاس اللي انا بدي اياه.
بعيرهم في النص، بقدر أنا أضغط هاي وبالأسهم أحرك عشان أواسط العمل صح. وهي صار عندنا إيش، كل وحدة في لاير. هاي شغلة مهمة جدا، لو انتم ملاحظين هنا في الملف الأساسي اللي كنت مشتغله كل وحدة في لاير، أنا عامل كل وحدة فيهم تمشي تقريبا 20 فريم تقريبا، يعني ثانية تقريبا، والثانية 24 فريم. خلينا نيجي نشوف هنا، بدي أمشي كل وحدة فيهم 20 فريم. هي باجي بعمل هيك، بضغط وبضلني ضاغط وبسحب، بضغط وبضلني إيش ضاغط وبسحب، هي مرة واحدة تمام. فالوقت أنا هي صار عندي تعليمة كاملة، بضغط على زر F6. اللي ما اشتغلش معاه زر F6 بكون مش ضغط على الاف ان اللي تحت على اليمين، في زر جنب زر الويندوز، اف ان مع F6 بيشتغل ان شاء الله. طيب هالوقت احنا هيته مشى، بعد ما يمشي بدي امشي كمان 20 فريم، هيت لعند 40، بضغط كمان F6، بعدين باجي كمان 20 فريم لليش للون الايش الاخير، هيات F6. فهيك هالوقت انا صار عندي الفريمات جاهزة، بس ضايل الون. هيات 20 فريم للون الاولاني، 20 فريم للون الثاني، 20 فريم للون الثالث، حتى الثالث مش ضروري F6. بدي افهمكم ليش هالوقت انا مش معنى احط فريم، انا بس بدي امد الفريم اللي هان، فبضغط F5، لان هو لما يقف هنا حيرجع يعيد من الفريم الاول يعني. فبالاخر انا بحط F5. طيب هالوقت نيجي بالاول، بكون الاحمر ضاوي، دائما لازم يكون لون منهم ضاوي. هي بدي اضغط هنا واجي اغير اللون، خليه احمر ضاوي. هالوقت هاي الاحمر شايفين كيف يضل ضاوي، يمشي لما يصل لهنا رجع طفى، لان كنت ماخذ اللون الطافي بالاول. لكن لما بطفي بيجي اللون الاصفر، بدي اضغط على الاصفر واضغط على الفريم تاعه وخليه ايش اصفر فاقع عشان يبين انه ضوى. تعال نرجع نشوف، هيت هنا الاحمر فاقع، طلع كيف بده يطفي هالوقت وحيضوي ايش الاصفر، شايفين؟ طيب بده يمشي الاصفر يضله ضاوي، وعند اللاير اللي هنا مين اللي بده يضوي؟ الاخضر. بدي امسك الاخضر، بدي اضغط عليه ضغطه هو هنا، هيتني ضغط عليه واجي اقول له اضوي، اخترت لون فاقع. شوفوا كيف الوقت صار، هيت هنا الاحمر ضاوي، بعدين الاصفر، بعدين الاخضر. اعملوا بلاي، خليه لوب، وشايفين الاشارة هاي، قول له امشي لي على كل الفريمات، قول له بلاي، هيضل يعيد ويزيد فيهم. بكل بساطة هيك احنا عملنا اشارة المرور. لكن انت بدك تركز، خلينا نعمل ستوب. بدك تركز، انا لوقت مثلا عامل كل 24 فريم ثانية، احنا عاملين هنا 20، كيف انا بدي ازود، كيف بدي ازود اخليهم 24؟ يعني انا بدي ازقهم لعند الهان، طلعوا بس بعلم زي هيك، هاي تعلمت. F5 بازود، مش بأضيف بأضيف فريم يعني بخليه F6، لا F5 بضيف فريمات، طلعوا كيف بزق. هالوقت ايش صار؟ صار 24 فريم، هي 25 قبله 24. طيب وهذا بدي ازقه كمان، كان 20 بدي ازقه كمان 4 ضغطات، هي F5 بضغط عليه 4 ضغطات، 1 2 3 4، صار 24 فريم. وباجي هنا هيك بسحب سحبة وبعلم، بضغط 1 2 3 4 F5، صار كل واحد فيهم ثانية، كل لون بقعد ثانية. هالوقتها هنعمل هيك، طلعوا كل لون قعد ثانية. خلينا نيجي نعمل اللوب والمد، نعمل بلاي، كل لون ثاني، هاي بضل يعيد فيه تمام. هاي زي ما انتم شايفين. وهيك بكون يعني خلص درسنا لليوم، وان شاء الله راح ارفق لكم الملف عشان تشتغلوا زيه. يعطيكم الف عافية.